من هو فيه أعظم نافية نعمة وأجل عافية ولا يذكر الله، ويأتي إنسان في وقت مثل هذا فيذكر الله ويلهم رفع اليدين، هذا اصطفاء من رب الأرض والسماء. نعم. هذا يجعل المرء يعنى بسرائره. نعم. السرائر هي الطريق الأعظم لهزم الخاتمة. الله أكبر. طيب شيخنا، لعلي أخرج من هذا الموقف، وقبل أن أخرج منه إلى الآية التي بعدها، هذه رسالة من بهذه الصورة، رسالة إلى كل مسلم بأن هذه الشهادة من أجلها يقتلون إخواننا في غزة، ومن أجلها بإذن الله سنصمد في وجوههم وسنحمي ديارنا. شيخ